بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بقى هنشوف حالة من الحالات بتاعة الصمام اللي هي ما بنحبش حقيقة نشوفها بصراحة، لأنه بتورينا قد إيه إن الصمام ده ممكن يعمل مشاكل، وساعات بيسبب للدكاترة نفسها إحباط، وبعدين الإحباط ده بينتقل للأسرة نفسها. فالطفل الجميل اللي قدامنا ده هوريهولكم دلوقتي. الطفل ده عمره دلوقتي 3 سنين، وزي ما انتم شايفين الراس كبيره جدا جدا، يعني وصلت بقت 62 سنتي. الطفل ده كان ركب صمام، وبعدين الصمام اتسد مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه، واخيرا الدكاتره نفسهم يأسوا من علاجه وقرروا ان هم يشيلوا الصمام، وكذلك الأسرة برضو وافقتهم إنها يعيش من غير صمام. فده خلى راسه وصلت لكام؟ 62 سنتي زي ما انتم شايفين، راس كبيرة جدا وتقيلة جدا، فالطفل ما بيقدرش حتى لا يقعد ولا يوصل براسه. ومن حسن الحظ إن في بعض القدرات الذهنية ما زالت موجودة، لكن طبعا في تأثير كبير على المخ. احنا هنتكلم مع الوالد دلوقتي ونعرف منه القصة. امسك بقى ليك. احكي لي بقى، هو اسمه ايه ابنك؟ اسمه ايه؟ ايمن سالم الحجري. ايمن سالم احمد الحجري. طيب، واول مره عملت العمليه كان عمره كام؟ عمره كان شهرين. طيب، من ساعتها لغايه دلوقتي 3 سنين، عملتوا كم عمليه في راسه؟ كم عمليه صمام؟ الى الان ما يقارب 5 إلى 6 صمامات. 6 عمليات. واخر عمليه بقى لما انتوا شلتوا الصمام خالص، ده كان ما يقارب سنتين. يعني هو من سنتين بدون صمام اطلاقا. ايوه بدون صمام. عندما وليه قررت ان هو يعيش بدون صمام؟ عندما وصلنا الى الدكتور صلح له الصمام الاول، بعدها كان يلتهب عنده، يحصل له التهابات. فاخر شيء الدكتور قال خلاص شيل الصمام، حله يجلس في البيت، يعني ما عاد شيل حل. تمام. فشال الصمام منه. ايوه. وقال خلاص اتركه في البيت، هذا يعني الله كاتب له هكذا، يعيش هكذا. الكلام ده من سنتين. هي من سنتين. كان وقتها راسه كام سنتي؟ وفي راسه كان كام سنتي؟ 47 سنتي. 47. طبعا اللي حصل ده حاجه احنا بنشوفها كتير، ان الغشاء البريتوني بيرفض الميه. فاللي بيحصل ان الدكتور بيعمل عمليه وبيشيل الصمام ويحطه في مكان تاني برضه في الغشاء البريتوني اللي برضه بيرفض الميه. فيروح شايله وحطه في مكان تالت وبرضه يرفض الميه، وده اللي حصل لابننا الجميل ده. ان الصمام اتعمل 7 مرات، وزي الصوره انا حطيتها على الصفحه، بطنه كلها. ممكن تورينا بطنه؟ اورينا. ممكن تورينا بطنه؟ اوريهم الجروح اللي في بطنه. طبعا بقى في جروح. هذا مصمم. صح. طبعا في عدد كبير من الجروح موجود، كلها عمليات. لكن طبعا هم عند لما الراس بقت 47 عند عمر سنه، الدكاتره زهقوا من المحاولات وقرروا يسيبوه من غير صمام، وكذلك الاسره، يعني الاسره نفسها قالت انا خلاص اتعقدنا من الصمام، مش هنعمل صمام تاني. فطبعا الراس كبرت زي ما انتم شايفين، بقت 62 سنتي. طبعا هتقولي طب وكان ايه الحل؟ الحل ان هو كان الصمام يتحط في القلب، لما البطن ترفض الميه بنحط الصمام في القلب، لكن ما نسيبش الراس تكبر بهذه الدرجه ونتسبب في خسائر كبيره للمخ. عموما هم جم مخصوص من اليمن لما عرفوا ان في طريقه تانية غير الصمام، اللي هي جراحه كي الحنفيه بالمنظار. انتوا سمعتوا ازاي عن الجراحه الجديده؟ سمعتوا منين عن الجراحه الجديده؟ كلمنا واحد جزاه الله خير، واحد عندنا اسمه العولقي. فعندما شافنا يعني شفنا الفيديو في اليوتيوب، اخذنا معلومه عنك واتكلنا على الله. الحمد لله. هو اللطيف في الوالد ان هو يوم العمليه بلغني قرار مهم، قال لي لو دخلت ومعرفتش تعمل المنظار ما تركبش صمام تاني وسيبه زي ما هو، احنا مش عايزين الصمام اطلاقا. وطبعا وده طبعا هو كان كلام يعني غريب شويه، بس انا مقدر، لانهم عاشوا في جحيم لمده سنه مع محاولات مستمره للصمام، فلدرجه ان هم فضلوا ان الولد يفضل كده على ان يركب له الكابوس او الشيطان او الصمام. طبعا احنا يعني الحاله دي كان فيها تحدي، لان الطفل ده هو اكبر راس انا عملتها. يعني قبل كده عملت 54
و58، لكن اول مره نعمل 62. ده رقم طبعا كبير جدا، طبعا خلى الجراحه اصعب لان طبعا المسافات كلها بعيده جدا جدا. ولكن بناء على رغبه الاسره وانقاذا للطفل الامور ده اللي هو عمال يلعب دلوقتي، قررنا ان احنا نعمل له جراحه المنظار ونضيف اليها تعديلات جديده انا طورتها علشان النجاح يزيد شويه. وبالفعل الجراحه تمت من حوالي 12 يوم والحمد لله هو خرج بالسلامه، حصل مضاعفه بسيطه كده بعد الجراحه ولكن عادت على خير، والحمد لله دلوقتي بقى رجع تاني لنشاطه القديم وبيلعب وبيهيص اهو وبياكل، بس بقى ياكل كتير قوي بقى جعان على طول. والنهارده لما جاء في الفحص راسه نزلت حوالي سنتي واتنين من عشرة، يعني الراس بدأت تصغر، والفتحة بتاعت اليافوخ اللي فوق احنا عاملينه طبعا يافوخ صناعي مع اليافوخ الطبيعي، الفتحة منخفضة واطية، يبقى الحمد لله حتى الآن ممكن نقول ألف مبروك وإن الجراحة نجحت. ونبدأ بقى في انتظار إن المخ اللي هو الضغط جامد جدا جدا يبدأ يستعيد تاني وظايفه، ونأمل إن شاء الله إن أيمن الجميل ده يرجع تاني طفل طبيعي ويبدأ يلعب ويقف ويجري إن شاء الله، ونعدي الأزمة دي بإذن الله. طيب يا أبو أيمن، أولا ألف مبروك. الله يبارك فيك. وإحنا لسه قدامنا النهارده اليوم الـ 12 هنقعد نتابع أسبوعين ثلاثة معانا في مصر وبعدين ترجعوا اليمن عشان نطمن على استمرار نجاح الجراحة. طيب. بعد كده تبعتوا لي بقى عن طريق الواتساب والحاجات دي أخبار أيمن أول بأول. إن شاء الله إحنا نواصلك إن شاء الله. إن شاء الله. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الفضل أول شيء لله سبحانه وتعالى، ثم للدكتور خالد بسيم جزاه الله عنا ألف خير، وإحنا فرحانين والله وسعداء لأن إحنا من أول يعني أي أسون الدكاترة عندنا، حتى أن إحنا شلنا الصمام قالوا خلاص خله في البيت لما يجيه الأجل، أو يعني يمكن الله كاتب له نصيبه في الحياة هكذا. فنشكر الأخ اسمه الأخ أحمد بكاري جزاه الله خير، نشكره ألف شكر جزاه الله خير عنا، فهو الذي دلنا عليك على الدكتور خالد بسيم. فعندما رينا المقاطع الفيديو في يعني أطفال كثير عالجتهم، الحمد لله اتكلنا على الله واللهم الحمد، الفضل لله ثم الفضل الدكتور خالد جزاه الله عنا ألف خير. طيب أيوة. السلامة. وكده ممكن نقول إن القصة بتاعت أيمن هتبدا بقى، مش انتهت، ده هتبدا. يعني كل اللي فات كان متعطل، المخ كان متعطل، المفروض في السن ده يكون بيقف وبيمشي وبيجري وبيلعب، ولكن طبعا بسبب حجم الراس الضخم ده كل الوظائف دي متاخره. فاحنا ان شاء الله احنا اول بشاير الخير ان الحمد لله راسه صغرت سنتي والضغط اللي كان عالي نزل بقى طبيعي، وان شاء الله في انتظار ان المخ اللي هو كان مضغوط جامد ده يبدا يرجع ان شاء الله يستعيد وظائفه، وعندنا امل كبير ان شاء الله انه يرجع طبيعي خالص، بس طبعا هيحتاج فتره طويله عشان يعوض المشاكل اللي مر بيها. الف مبروك، و لطيف قوي وعلى طول بيضحك وجميل، يعني كلنا كنا بنحبه. الحمد لله على السلامه يا ايمن، جميل قوي، جميل ايمن خالص. الف سلامه وان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق والسلامه ان شاء الله.